مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. هذا القطب العلمي ومنذ نشأته سنة 1988 يعرف حركية وديناميكية في الآونة الأخيرة لم يشهد لها مثيل، تطور يعكس التوجه الجديد للدولة القاضي بتطوير الاقتصاد الوطني ومواكبة التكنولوجيات الحديثة. مشاريع بحثية يتم إنجازها عبر أرضيات عديدة مخصصة للرقمنة والروبوتيك والرش الحراري والصناعات الجزئية والميكروإلكترونية. أرضية التصنيع الجزئي هي عصارة التطور العلمي الذي بلغه مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، إجراءات صارمة يتم تطبيقها للدخول إلى القاعة. هنا يتم تصنيع نماذج لوحات وشرائح إلكترونية دقيقة جداً تستعمل في مختلف الأجهزة الإلكترونية والصناعية. تحتوي هذه الأرضية على كم المعدات التي لازمة لإنتاج الرقائق الإلكترونية، تحتوي أيضا على المعدات اللازمة لصناعة الرقائق الإلكترونية لكارت بي سي بي. مهام هذه الأرضية هي تكوين الطلبة من مهندسين وتقنيين في مجال التصنيع الجزئي. ولأن عديد المعدات الإلكترونية كانت تستورد سابقاً، ها هي أرضية الأنظمة الإلكتروميكانيكية تقوم بتصنيع أجهزة مجهرية تستعمل في حساس استشعار درجات الحرارة والغاز، علاوة على تطوير نماذج رقمية موجهة للصناعيين عبر أرضية الرقمنة الصناعية. استحدثت هذه القاعة من سنة 2019، يعني بدأت العمل. هذه القاعة خصيصا لسبيسيال بور لا رياليزاسيون دي ميكرو ستركتور، اللي هما اصلا نستعملوهم في الحياة اليومية، نلقاوهم في لي كابتور دو تمبيراتور دو غاز اكسيتيرا. رانا نخدموا منصة رقمية وصناعية وين مي اون بلاس دي اكسبيريمونطاسيون كونسيرنون لاندستري 4.0، رقمنة الصناعة. نخدموا على رقمنة الصناعة وكيفاش يقولوا التكنولوجيات الصناعية الجديدة مثل الروبوتيك التفاعلية، ديجيتال توين وما يسمى بالمحاكاة، الرقمنة الصناعية فيما يخص كما يقولوا لي سوفتوير لي لوجيسيال والذكاء الاصطناعي. الواقع الافتراضي والواقع المعزز هو ما يتم تطويره عبر منصة عصرية أخرى. هنا تسخر الدكتورة عمارة كاهنة خبراتها لتقديم حلول تكنولوجية في المجال الصحي ليستفيد منها الأطباء خلال عمليات التشخيص الدقيقة. قدمنا برنامج و اون بلاتفورم للمساعده على اكتشاف الكوفيد، وكما راهي توضح الفيديو عملنا طورنا برنامج لتحديد المناطق في الرئتين، المناطق المتضرره من الفيروس، وتحديد المواقع بدقه. ولأن حماية الأسطح الصناعية تكتسي أهمية لتحسين أدائها وضمان جودتها، يعمل فريق الرش الحراري التابع للمركز على التحكم في التقنيات المستعملة واقتراح مشاريع ذات فائدة اقتصادية. هي طريقة تسمح بإلصاق مادة أو كل المواد لأجل منح السطح المعالج خصائص جديدة وخصائص مميزة. مجال تطبيقات البلازما هي كثيرة جدا، من بينها يعني في الايرونوتيك، الايروسباسيال، مجال الطاقة خاصة في الأجزاء التوربينات. تشجيع الدولة ودعمها للبحث العلمي ليصل مرحلة الإبداع والإنتاج، ذلك ما يتم عبر هذا المركز التكنولوجي المتطور من خلال تجسيد مختلف الأفكار والمشاريع المبتكرة ليكون بمثابة القاطرة للعديد من الصناعات في مختلف القطاعات.